وقبل الفاصل قلت عايز اسالك بقى عن مسلسل قلب السوشيال ميديا. بص جروبات الستات اسمعني بقى، انا واحده قاعده على الجروب الماميز الماميز واللي مش ماميز، والله كنا قاعدين ايه هايسين كلنا بنتكلم عن المسلسل ده وبالذات عن الشخصيه بتاعتك. احكي لي الاول من يوميها لحد النهارده، اكيد كل الناس بتقعد تكلمك عن الدور ده. مروان دهب خيانة عهد، يعني يمكن نقلة فارقة في حياتي. تفتكر ايه الحاجة اللي فيه خلت الناس تتفاعل معاه كده بالذات الستات؟ بصي، هو تركيبة نفسية رهيبة، يعني مروان دهب ده تركيبة نفسية اللي هو اتأثر بحاجات من الصغر، بالتفرقة بينه وبين اخته، انها هي اللي كانت اللي اخته الكبيرة يسرى، وكنت انا وحالة المقهورين، الاخين المقهورين، فده بيخلق حاجة جوه الشخص نفسه تخليه بينتقم من اي حد. بالظبط. فدي كانت مفتاح الشخصية اصلا، ان هو ما بيشرش غير على اسس حصلت له في حياته زمان وبيسترجعها بقى، ويعني هو مش بيسترجعها، هي كونت شخصيته للأسف، كونت شخصيته. انا اي شخصيه بعملها لازم احبها قوي، حتى لو شخصيه شريره لازم افهمها كويس. حبيت مروان دهب لدرجه ان انا يعني كنت عايز اقدمه بكل صدق، فالحمد لله ان جروبات المامز اتكلمت. بس في حاجه هقول لك عليها، انت من النجوم اللي الناس الاسره بتحبك، يعني تلاقي الاب بيحب يتابعك والام والاولاد والجد، يعني يحسوا ان انت واحد منهم. انا شايفه ان مروان ده مغامره، انه هيكره كان، وهو بالفعل الناس كانت بتعامل مروان ده شخص حقيقي موجود في وسطنا، ننزل نضرب مروان ونرجع، والستات مفروسه مني يقول لك ايه اللامبالاه والنداله اللي بيعملها دي. ما خفتش من الحته دي ان الناس هتتفاعل وهتصدقك لدرجه ان هم هيقفشوا على مروان وعلى خالد معاه بالمره؟ عزائي في الموضوع ده حاجه واحده بس، ايه؟ ان هم عارفيني كويس وعايشوا معايا يمكن كذا جيل كمان، يمكن او في يوميات زوجه مفروض طبعا، يعني طلعوا معانا من اطفال وكبروا معانا وامهاتهم واباهاتهم وبيشوفوها سواء في على الشاشه او على النت. فيوميات زوجة مفروسة خلت في حاجة بيني وبين الناس قوية، وانا فعلا بحس ان انا واحد من، يعني حتى في كل حلقة كنا بنعملها في يوميات زوجة مفروسة كنا بنحاول بقدر المستطاع نقرب من البيت المصري قوي. وقد كان قوي، يعني نفس حواديت اللي هو ايه، احنا بنتخلي نفس الخناق دي، ده احنا بنضحك على نفس الحاجة. وبعدين حتى كنت تلاقي مثلا الحلقات حدودتها بسيطة جدا، يعني حلقة جايبين قطة في البيت، القطه راحت للقطه، بس خلي بالك القطه دي فعلا لما بتيجي في البيت بتقلب البيت ونتخانق ونتصالح. لا، ولما القطه تروح عند قط الجيران، القط بتاع الجيران، فتبدا القطه تجيب فضح صغيره فتفضحنا، فنبقى البيت يتملي قطط. بالظبط. في حلقه صغيره شوفي الفكره، بس لما ست الناس ممكن تكون انت مثلا مع بنتك نفسها تجيب قطه وانت لا، عشان البيت ما يتبهدلش. فمن هذا المنطلق كل حاجات الافكار البسيطه ديت، السيتويشن كوميدي اللطيف ده، واحنا بنطلع من جواه بقى حاجه.